أخيرا، وبعد طول انتظار وبعد دقة كثيرة مننا بالذات، وبعد معاناة طويلة شديد مع شعارات منتخبنا اللي بيجيبوها من السوق العربي، أخيرا أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم عن تعاقده مع شركة عالمية لرعاية وتصميم وإنتاج زي منتخبنا الوطني السوداني، وهي شركة كابا الإيطالية. خلاص. في الحلقة دي حنتكلم عن تفاصيل تعاقد الاتحاد مع الشركة دي، ونعرف من هي شركة كابا أصلا، والأندية اللي بترعاها هم منو، والأهم من كده حنقول حاجات مهمة لازم يتم مراعاتها قبل الإعلان الرسمي للزي. كل ده وأكتر في حلقة اليوم، بس قبل كالعادة قبل ما نبدأ ما تنسى تعمل لايك وشير للفيديو، تتأكد إنك مشترك في القناة وفعل الجرس، ويلا بسم الله نبدأ. السلام عليكم، بكري رويس يحييكم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. شركة كابا هي شركة إيطالية عالمية متخصصة في صناعة الملابس والأكسسوارات الرياضية، تأسست في عام 1916 ومقرها الرئيسي في تورينو. شركة عملاقة وعريقة يعني، ورائدة جدا في المجال ده ومعروفة عالميا لدى الجميع. وطبعا أعلن اتحادنا السوداني لكرة القدم عن تعاقده مع الشركة دي، والتعاقد كان يوم الاثنين. طبعا دي الحاجة أوضحها الاتحاد، وما قالوا أي معلومة تانية وما ذكروا أي تفاصيل تانية. المهم بحسب الاتحاد كانت قدمت عروض كثيرة جدا من عدة شركات لرعاية زي المنتخب، من ضمنهم شركات عملاقة جدا زي شركة بوما العريقة، ولكن وقع الاختيار في النهاية على شركة كابا بحكم أنه عرضها كان الأفضل من بين كل العروض. شركة كابا زي ما عارفين بترعى العديد من الأندية العالمية، أبرزهم نابولي، ساسولو، إمبولي، تورينو، وكمان برضو زي ما عارفين هي الشركة الراعية والمصممة لشعار نادي الهلال الحالي. والنقطة دي بالذات بتقودني لعدة حاجات مهمة لازم نخدها في الاعتبار قبل ما يتم الإعلان الرسمي لتيشيرت المنتخب وتقديمه. أولا لازم يكون التصميم أو الهوية البصرية زي ما بيسموها ناس التصميم، لازم التصميم يكون عالمي وجذاب وبيرمز لهويتنا وثقافتنا السودانية، ما ينفع يكون تصميم أي كلام ساي. يعني كمثال لما أعلنت إدارة الهلال السوداني أو لجنة التطبيع لما أعلنت عن تعاقدها مع شركة كابا الإيطالية، كل الناس فرحت، كلنا فرحنا واستبشرنا خير، وقلنا حيكون الهلال أخيرا عنده تصميم عالمي ولكن للأسف اتفاجأنا بتصميم عادي جدا مع كامل الاحترام، بل حتى الناس بقت تتساءل هل فعلا التصميم ده مصممه شركة كابا ولا ده كلام ساي. واليوم حق الصراحة لأنه التصميم كان باهت جدا. وبعدين موضوع التصميم السادة ده ناس خلته زمان، والشركات بقت تبدع في تصميم التيشيرتات الأندية والمنتخبات. أيوة في لون بيكون اللون الأساسي أنا معاك لكل فريق، لكن لما تضيف عليه لمسات فنية وإبداعية بيكون أجمل. موضوع اللون ده بيغني مباشرة للنقطة الثانية وهي الأطقم الثلاثة. لازم الشركة تصمم ثلاثة أطقم بألوان مختلفة، الطقم الأول بيكون الأساسي وطقم ثاني احتياطي، ده لما مثلا تلعب برا أرضك والخصم يكون شعاره زيك أو قريب منك، وكمان لازم يكون برضو في طقم ثالث. أي فريق في العالم أو أي منتخب في العالم بيكون عنده ثلاثة أزياء، دي حاجة معروفة للكل. وفي إضافات ثانية لو وجدت بيكون أجمل زي طقم التدريبات والجاكيت اللي بيتلبس في الدخلة بتاعة المباريات. كلنا عارفين إنه الزي الأساسي بتاع منتخبنا هو باللون الأحمر، والاحتياطي باللون الأبيض، لكن ما حصل شفنا زي ثالث لمنتخبنا، ما أتذكر، لكن غايته ممكن يكون باللون الأخضر أو حتى بالأسود. المهم الحاجة دي مهمة شديد، وأتمنى في الإعلان عن الزي من قبل الشركة والاتحاد نشوف الأطقم الثلاثة، وده بيقودني مباشرة للنقطة الثالثة وهي الإعلان الرسمي للزي. الإعلان الرسمي للزي مفترض يكون في مؤتمر صحفي رسمي ويتم فيه تقديم التيشيرتات الثلاثة زي ما أنا قلتها، وكمان يحضر فيه ممثل من شركة كابا، وكمان ليتوضح التفاصيل التعاقد والشركة بين الطرفين يكون أفضل عشان الجمهور يعرف عليه ولا عليه. واهم شيء تتعمل جلسه تصوير كده للعيبه بالشعار الجديد، لانه نحن بنعاني جديد والله عشان نلقى صور للعيبتنا، فلازم تتعمل جلسه تصوير وحتكون حاجه ظريفه جدا جدا. لو ما عندكم فوتوغرافي اتصلوا لي انا بظبط لكم صور عجيبه.
بهزر بهزر طبعا طبعا، اكيد حيكون عندكم، ولو ما عندكم حتلقوا اصل البلد كلها بقت فوتوغرافيه او فوتوغرافرز. حاجه ثانيه مهمه وهي النجمه اللي بترمز لتتويج منتخبنا الوطني ببطوله امم افريقيا الوحيده اللي فزنا بها سنه 70. برانا برانا من اغلي برانا، اصلا بيقولوا متعودين يتغلبوا مننا طوالي. متعوده دايما. المهم لازم تكون موجودة لأنه رمزيتها مهمة جدا وبتوصل رسالة، لأنه نحن فزنا بأمم إفريقيا قبل كده وفي جنسيات ودول كثيرة الصراحة ما عارفة إنه نحن فزنا بأمم إفريقيا، والخوف يكونوا في السودانيين ذاته ما عارفين المعلومة دي. أخيرا والحاجة الأهم، لازم يتوفر الزي الرسمي للمنتخب للجمهور، لازم لازم لازم، الحاجة دي مهمة شديد وكمان فيها عائد مادي للاتحاد، وأنا اتكلمت كتير في الموضوع ده وياما قلنا لما نمشي السوق نلقى كل تيشيرتات منتخبات العالم وأندية العالم، حتى المنتخب الأثيوبي مع كامل الاحترام بيلاقينا في السوق، لكن منتخبنا للأسف ما بنلقى التيشيرت بتاعه، فأتمنى من الاتحاد وشركة كابا إنهم يوفروا الشعار ده للجمهور بأي سعر كان. أيوة البلد بتمر بأزمة اقتصادية والحالة صعبة، لكن أضمن لكم الجمهور العاشق للكورة ده والعاشق لمنتخب بلده أكيد حيشتري الشعار ولو يقتطع من قوت يوم. طبعا بحسب الاتحاد السوداني لكرة القدم، الزي الجديد حيلعب به المنتخب أول مرة أمام المغرب في تصفيات كأس العالم، ومنتظرين كلنا بفارغ الصبر عشان نشوف شعار منتخبنا الجديد. وبمناسبة التصميمات، في شباب مصممين مبدعين جدا قاعدين يعملوا ويصمموا اقتراحات لزي المنتخب، أكيد لاقاهم جزء من تصاميم زيها في السوشيال ميديا، بجد كلها تصاميم جميلة جدا وغاية في الإبداع والصراحة جميلة جدا، فعليكم التحية واحد واحد، ونتمنى بجد نشوف شركة كابا بتطلع لنا تصميم جميل زيكم. في الختام ده كان رأينا، والأهم تكتب لنا رأيك أنت في التعليقات، وأكيد حأقرأ تعليقك وأتفاعل معه، قاعد أقرأ كل التعليقات أنا وأتفاعل معها. في الختام، إذا شايف إننا نستحق الدعم عشان نستمر، لازم تعمل لايك وشير للفيديو، تتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل الجرس، وتشرف جدا بمتابعتكم وتواصلكم معي في مواقع التواصل الاجتماعي. كالعادة كان معكم بكري الرئيس من قناة كافوري. سلام. أخيرا 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 تاني حنقول وداعا للفقرة الختامية المخصصة رسميا للنقة في شعار المنتخب. أتمنى ما ننق تاني في الحاجة دي، وأتمنى ما نشوف أخطاء زي بتاع الزمان في شعارنا. أسماء اللعيبة ما بتكون مكتوبة ورا، بيكون مكتوب اسم سودان وألوان مختلفة، ولاعب بيكون لابس شورتي مختلف. أتمنى ما نشوف الحاجات دي تاني بالله يا أخي. أتذكر مرة كورة لمنتخبنا رغم مصعب عمر زي تفك كده أو نصه اتقلع، فاظن ما كان في زي احتياطي تاني، فقاموا لصقوا لي وبسلوتيب ولا صبع عمير ما بعرف، والكاميرا ايام هذا الكلام ده معقولة لكن سبحان الله. ايوه، الاستوديو الجديد عارف لسه ما ظبط شغالين فيه، فابردوا بس لهين ولا منطول عليكم ولا شنو.